استهداف صباح اليوم منزل يعود لعائلة أبو حسنين في حي شجاعية. المنزل مأهول في السكان مما أدى إلى انتشال العشرات من الشهداء في هذا المنزل في حي الشجاعية. ما زال تحت الأنقاض بعض مفقودين من الشهداء والأحياء. نحاول العثور على أحياء تحت هذه الأنقاض. من هذا المكان شلنا مرة عايشة من تحت الأنقاض، وضعها صعب جدا، أخذت معنا وقت كبير بسبب قلة الإمكانيات المتواجدة في قطاع غزة في شمال غزة. نحتاج لرفع هذا الركام البحث عن الشهداء بواقر وجرافات في هذا المكان. الدمار واضح في هذا المكان.